بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كما تفضلت به السيدة الوزيرة، تمكننا إلى حد الآن من تحقيق نجاح نسبي في محاصرة هذا الوباء بفضل تضافر جميع الجهود وبفضل الإجراءات التي تم إرسائها واللي اتخذت منحا تصاعديا في الفترة الأولى، واللي جات طوال الفترة نتاع يتم توجيه أكثر الإجراءات هذه في الاتجاه اللي قاعد ماخذه المسار انتشار الفيروس، واللي هو قاعد إن شاء الله ماشي في الانحسار إلى أدنى درجاته. الفترة المقبلة هي فترة عودة بداية الأنشطة الاقتصادية، واللي هذية يستوجب مزيد من الانضباط ومزيد من المراقبة. احنا ما نجمنا نخلطوا للمرحلة هذية من التعاطي مع الفيروس إلا بفضل كذلك التعاون الكبير اللي أبداه المواطن والتفاهم الكبير اللي أبداه، لكن اللي في بعض الحالات ما كانش في الدرجة المطلوبة، واللي اضطرنا في فترات سابقة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الحادة من الحريات، إجراءات غلق المحلات، وأحنا ما نحبوش نواصلوا في الإجراءات المتشددة هذية، لكن نعولوا فيها على وعي المواطن بخطورة المرحلة هذه. صحيح حققنا نجاحات كبيرة ياسر، لكن النجاحات هذه رهينة مواصلة الالتزام بالإجراءات اللي ذكرتهم السيدة الوزيرة. وإحنا كوزارة الداخلية من منطلق معاضدة المجهود الوطني في محاصرة هذا الوباء باش نقوم بتجديد المراقبة بالنسبة للفترة القادمة. احنا نعرفوا اللي المخالفات توا تعتمد اكثر على المخالفات الماليه لخرق قواعد الحجر الصحي، واحنا باش نمشيو فيها بنسق تصاعدي. اللي نحب ناكد عليه بالنسبه للفتره القادمه، اللي ينضاف الى الاجراءات المذكوره لو مانتيان نتاع الاجراءات المتعلقه ب حجر التنقل ما بين الولايات. هذايا فالابل أوسي بيان للفترة العيد القادمة كو للفترة اللي باش تتواصل من بعد إلى أن الوضع الوبائي بطبيعة الحال يسمح لنا باش نرفعوا من الحجر هذايا. إذا نأكد على جانب كونه العيد اللي باش يجي باش يكون عيد بارتيكولي، يلزمنا نتعاونوا فيه الناس كل. التنقلات بموجب المعايدة راهي باش تكون ممنوعة، وباش يتم اتخاذ فيها الإجراءات المتعلقة بتسليط الخطايا، لكن كذلك زادة باش يتم إرجاع الناس اللي باش تحاول تتنقل من ولاية لولاية، راهو باش تلقى دورياتنا موجودة في كامل تراب الجمهورية، والشخص اللي باش يتنقل من ولاية لولاية راهو باش يتم إرجاعه إلى ولايته اللي خرج منها بأي دعوة كانت، ما عدا بطبيعة الحال الوضعيات الإنسانية القصوى، وإلا ما عدا كذلك بالنسبة للوضعيات اللي فيها ترخيص محدد للتنقل ما بين الولايات. نأكد كذلك في المسألة هذه اللي راو حتى الناس اللي عندها ترخيص للعمل ما هيش باش تكون الترخيص هذايا مش باش يخوللها باش تنقل من الولايات خلال فترة العيد، لأنه الترخيص هذاك باش يكون موضوعه كان العمل اللي يقوم به الشخص اللي الحامل لهذا الترخيص. إذن تأكيد على كونه العيد السناء كل واحد يبقى في الولاية المقيم بها، ولأنه في هذايا مصلحة كبرى في مزيد انتشار في مزيد محاصرة انتشار الفيروس. هذا إجمالا اللي حبيت نشير له، وبطبيعة الحال إذا كان فما تدخلات نحن على ذمتكم من بعد. المداخلة الثالثة السيد وزير الشؤون الدينية، تفضل.